حماية المصالح العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية محور قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بتوطين رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان. رئاسة الجمهورية شددت في بيان لها على ضرورة متابعة آليات تنفيذ قرار المحكمة بما يؤمن إيصال الاستحقاقات المالية في الأوقات المحددة. ندعم أي قرار يصب في صالح إنهاء أزمة الموظفين والملاكات الوظيفية هنا في إقليم كردستان باتجاه إنهاء هذه الأزمة لضمان رواتبهم في المستقبل القريب، لأن الأوضاع الاقتصادية هنا في إقليم كردستان تقتضي التنسيق والتعاون لإنهاء هذه الخلافات وإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يواجهها إقليم كردستان نتيجة لتأخر صرف رواتب الموظفين من قبل حكومة إقليم كردستان. رئاستا الجمهورية والمحكمة الاتحادية شكلا قنوات تواصل وتشاور بالاشتراك مع وزارة المالية لإزالة أي عقبة تعترض توطين رواتب موظفي الإقليم. قرار التوطين يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق مبدأ المساواة، وبالتالي هو ملزم لسلطات إقليم كردستان، وكذلك الحال بالنسبة لقرار إجراء الانتخابات برلمان كردستان أيضا من الاختصاصات الحصرية المقررة للسلطات الاتحادية، وبالتالي يتوجب تطبيقه باعتبار أنه يدخل ضمن السلطات الاتحادية، وكذلك يشكل مبدأ أساسيا لتجسيد التداول السلمي للسلطة ومبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي. توطين استحقاقات موظفي كردستان وفقا لرئاستي الجمهورية والمحكمة الاتحادية لا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية للاتحاد والمتضمنة رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة. حازم الشرع، العراقية الإخبارية، بغداد.